أخي الحرية، أنا أكتب بالصحافة الكويتية اللي معكم من السبعينات، من أوائل السبعينات. كتبت في الوطن وفي الأنباء وفي الرأي، الرأي العام، وفي القبس، والآن في الجريدة. صدقوني يستطيع أي واحد يعبر عن أي رأي به، رأي، دون أن يشتم، دون أن يسخر، دون أن يتبلى ويكذب. اللغة العربية مليئة بالمفردات الطيبة والزينة، تقدر تعبر عن رأيك، تعبر عن رأيك في أي قانون، لما مو قانون، حتى مرسوم ضرورة، مرسوم بقانون صدر الشيخ جابر الله يرحمه بشأن انتخاب وترشيح المرأة لما حل مجلس 96 على أثر الاستجواب، كان وزير الأوقاف وقتها الأخ أحمد الكليب، صدر مرسوم ضرورة وقت الحل. الحملات الانتخابية انتقدنا وقلنا في هذا القانون سيئات، وقلنا فيه، لكن ما تعرضنا لشخص صاحب السمو بكلمة واحدة مزينة، ما تعرضنا له، ولم تعرض لأي شخص آخر. في دواوين الاثنين اللي مجلس الأمة وقتها كان منحل والدستور معطل، وكنا نجتمع في دواوين مثل هذه، النواب 85، ونقول رأينا في الدستور وفي المواد اللي عطلت، وفي، لكن ما غلطنا على إنسان، ما غلطنا على إنسان. ليش اقترنت حرية الرأي بمخالفة القانون؟ أنا ما أفهم ليش بعض الإخوة يصوروا لك أن حريات والقانون يمنع، القانون ما يمنع إلا المساس بالذات الله والأنبياء والصحابة، المساس بكرامة الأشخاص، خدش الآداب العامة، تأثير على العملة الوطنية، خدش أو سب الدول الشقيقة، هذا الأشياء اللي يمنعها القانون. ليش أغير القانون؟ ليش أربط الحرية مرة ثانية بمخالفة القانون؟ أقدر أعبر عن رأيي بكل راحة وأنتقد، ونقد شديد أيضا بشدة وكلام قوي، لكن بدون تجريح أو كذب أو سب الحقيقة. وهذا الحقيقة لازم يكون نمارسه كلنا الحقيقة بندوتنا هذه. الحمد لله تكلمنا بكل راحة، لكن ما طعننا في أي إنسان.